أخبار اليوم. مع الناس اللي بيسلموا ده فرحان ومبسوط ومتعزي
هناك في الايه؟ في السبت. عشان كده احنا عايزين نبقى متعزين كلنا. منذ لحظات قليلة ودعت الكنيسة ابنا من أبنائها الأبرار، الابن نجيب إبراهيم شهيد الوطن وشهيد الكنيسة، والآن أيضا تودع الكنيسة أيضا ملاك طاهر، الملاك الذي لم يعرف خطية بعد، الملاك في قلبه الطاهر الذي يحمل الوداعة.